الفنان الكوميدي الكبير مظهر أبو النجا من العلامات الناجحة في الكوميديا في مصر، إنك تضحك الناس هو ده الصعب. مظهر أبو النجا كان له قاموسه الخاص وله أسلوبه الخاص دون ابتذال، فقدناه ورحل عن عالمنا، لكن في كل الأحوال قيمته الفنية من خلال أعماله ستظل باقية. توفي اليوم الفنان الكوميدي مظهر أبو النجا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما داخل أحد المستشفيات بالمهندسين. على الرغم من أنه لم يمنح أدوار البطولة المطلقة طوال مشواره، إلا أنه حقق الشهرة من جملة بسيطة كان لها صداها الواسع عند الجمهور. يا حلاوة. ولد مظهر أبو النجا عام 1940 في محافظة الدقهلية، وحالفه التوفيق أمام المخرج حسن عبد السلام الذي تبنى موهبته في التمثيل وقدمه في مسرحية سيدتي الجميلة. سلام عليكم، منورين منورين. كما قدم في أول أدواره على خشبة المسرح دوراً أمام الفنان يوسف وهبي في فرقة اسكندرية المسرحية. سلام عليكم. ويلكم. في ايه؟ الله هتروش لي. معقولة؟ ايه؟ معقولة جنابك بحالك تسيب مشغلك في أمريكا وتيجي لحد هنا؟ أمريكا؟ انت فاكرني مين يا ابن والدي؟ كلينتون. كان شغوفا بالمسرح لدرجة لا توصف، وقدم العديد من العروض المسرحية بالأقاليم حتى أطلق عليه لقب ممثل المحافظات. لو كنت أعلم إني المحبة بتبهدل الغالي ما كنت حبيت وعشت أنا غالي. وكانت انطلاقته على شاشة السينما من خلال فيلم شياطين للأبد في دور فلاح يتقدم لمعهد أمناء الشرطة، وهو الفيلم الذي ردد فيه جملته الشهيرة 12 مرة لتظل محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور. يا حلاوي. ساعدته نشأته في البيئة الريفية بالدقهلية على تقديم الأعمال الكوميدية بشكل مختلف ومميز، خصوصا دور العمدة والشخصية الصعيدية الموروثة. تعرفوا مين اللي ينفع في المشوار ده؟ أمين وشاطر ومخلص وملحلح. مين يا ولد؟ مين؟ رجب يا حضرة العمدة. كما قدم في فيلم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة في مشهد رباني، ومن أعماله السينمائية إحنا بتوع الأتوبيس، رجب فوق صفيح ساخن، إحنا بتوع الإسعاف، فقراء لا يدخلون الجنة، حسن وبقلز. ده انتوا ليلتكوا سودة. ليلتنا سودة؟ يا حلاوة دي بتاع تاني. وفي المسرح مسرحية عش المجانين شعبان فوق البركان، ولم يمهله القدر لمشاهدة آخر أعماله الفنية إذ يشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل الظاهر مع الفنان محمد فؤاد. رحم الله الفنان القدير وأسكنه فسيح جناته.